نتكلم على كيف يمكن التغلب على الجهل. هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للقضاء على الجهل بين الافراد في المجتمع من هذه الطرق ما يلي: حملات توعيه عن طريق وسائل الاعلام لترغيب الافراد على لترغيب الافراد في التعليم واهميته، توضيح اهميه العلم والمعرفه واثار الجهل المتخلفه، توفير مؤسسات تعليميه في القرى والاماكن النائيه للحصول على التعليم بشكل متساوي مع اهل الحضر، توفير مستلزمات التعليم من كتب ومعامل بحثيه وغيرها من الامور التي تعين الافراد على العلم والمعرفه، مساعده الاسر الفقيره التي لا تملك من المال لتعليم ابنائها من خلال صناديق الشؤون الاجتماعيه وبحث الحالات الاجتماعيه، التشجيع على محو الاميه ونشر مبدا تعليم المتعلم للجاهل بجوائز وحوافز ومادية تشجع كل من الطرفين على تبني المبادرات، المتعلم يعلم الجاهل، وإلزام الأفراد على ضرورة التعلم من خلال شرط الحصول على أي خدمة حكومية هو الحصول على مؤهل دراسي. معظم الأحيان بيطلبوا من الناس اللي جايين يشتغلوا إن يبقى معاهم شهادات محو الأمية. توفير دورات تدريبية لتعليم الأفراد، الحرص على تخفيض تكاليف التعليم وتطبيق مبدأ مدارية التعليم لغير القادرين، تقديم برامج تعليمية عبر وسائل الإعلام تساعد الأفراد على التعلم وهم في أماكنهم. مع السلامة.